مدام انك تغطيه هاد ما راح يخفف معاناته ابدا، هي راح تتحسن اذا عاقبتي. يلا عاقبي، يلا روحي. بوجة رح ترفض تضرب نارين وأنا رح هاجمها فورا. كيف رح تحمي حالك بوجة؟ يلا لنشوف شو رح تعملي. على أساس قوية، لنشوف يا بوجة. أنت أسأت التصرف مع كيران وضربتها؟ يلا اعترف بهالشي. مدام هو ما رح يعترف. احكي، انت اسات التصرف مع بنتي، انت ضربتها، احكي انك شديتها من شعرها، احكي يلا، قول الحقيقة، قول انك عملت هيك، قول ولا قول، يلا احكي. انا المسؤول عن حالتها، بس معاناتها قليلة بالنسبة لمعاناتي. صار الوقت للانتقام ممشانه. ما تتركيها يا مدام، ساعديها. بوجة على وشك انها تخسر، هي ما رح تجلد نارين بنوب، هالشي مستحيل. أكيد مستحيل. آسفة نارين، بس لحتى طالعك من هون أنا مضطرة أعمل هالشي حتى أنجراج ما يشك فيني. هاي سيارة نارين، هذا بيعني إنه أنجراج عم يلاحقني. أنجراج أنت مفكر إنك رح تهزمني لما رح تعطيني مثل هيك حق؟ أنا فيني أتخلى عن كل شي مشان نارين. هو رح يتعاقب وأنا اللي رح أعاقبه.